كانوا خالدين
فيه. ومن عنده لا يستكبرون عن
فهم الخالدون كل نفس
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. قد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون بل متعنا أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون الله استمع ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا
قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين فجعلهم جبالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون
التي كانت تعمل الخبائث
يوسف الطائي. هو القارئ يوسف بن عبد الله بن صالح بن فتاح الطائي، المولود في جانب الكرخ من بغداد محلة الفحامة عام 1928 ميلادية. استهواه الغناء ولم يزل يافعا، وتعمقت رغبته أكثر فأكثر بعد أن تأثر بصوت المطرب الكبير محمد القبانشي وأخذ عنه الشيء الكثير، وهو يمتلك صوتا جميلا تميز بالطبقة الواسعة وقوة النبرات، حتى تمكن من حفظ وأداء العديد من المقامات العراقية. ثم استهوته الأذكار والموالد النبوية فانصرف إليها متأثرا بالمقرئ الملا مهدي الحافظ، فتميز بها أيضا، وتوسعت من خلالها مساحة شهرته بين مجاميع القراء. ومما جعله متفوقا في هذا المجال هو ما كسبه من خبرة في أصول المقام وأنغامه، فكان يؤدي الموالد والأذكار ضمن إطارات المقامات التي يجيدها، وأصبحت بمثابة الأساس بالنسبة له. ولا شك أن من ينمو مع الجذور لا تصعب عليه أسرار الفروع. من المشاهدين
لقاء الخميس في ندوتنا المعتادة مع الأستاذ الحاج المقرئ يوسف الطائي مدير الندوة الحاج عبد الله عبد الجبار، وبحضور كل من الإخوان الأستاذ عدنان العزاوي والأخ صادق خضر مع الأخ الأستاذ محمد فاضل الأدهمي في روضته المحترمة. نبتدئ الندوة لهذا اليوم مع مقرئنا العزيز الحاج يوسف الطائي، ونبتدئ سؤالنا الفترة التي ابتدأ فيها بقراءة القرآن الكريم وبالشيوخ الذين أخذ عنهم قراءة القرآن وبمن تأثر منهم. تفضل هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إني تأثرت بقراءة القرآن حينما أتوا إلى العراق الشيخ المرحوم عبد الفتاح الشعشاني والشيخ المرحوم أبو العينين الشعيشة. في ذلك الوقت كان لي صوتا جميلا، فأردت أن أتعلم القرآن وأقول لنفسي لماذا يأتون القراء من غير العراق؟ لماذا لم أتعلم قراءة القرآن؟ فرحت أقرأ القرآن